نزيف حاد وعنيف ذاك الذي أصاب أسعار النفط لتجر الذهب الأسود نحو أسوأ أداء يومي له منذ نحو عام ونصف العام بعد أن هوت أسعاره بعشرة في المائة مبددة مكاسب متراكمة لأكثر من ثلاثة أشهر معطيات رسمت خامس اسبوع من الخساره المتتاليه لاسعار الخام بفعل تهديدات عوده العالم للاغلاق العام وضعف الطلب في اعقاب اكتشاف السلاله الجديده في جنوب افريقيا صنفتها منظمه الصحه العالميه ضمن خانه المقلقه انهيار حاد فقد عبره النفط اكثر من عشره دولارات من قيمته في ظرف جلسه واحده توجت سلسله جلسات اسبوع متقلب بفعل تدشين جو بايدن حربه ضد تحالف اوبيك بلاس حاولت خلالها اسعار الخام مقاومه ضخ كبار المستهلكين الملايين من براميل النفط من مخزوناتهم الاستراتيجيه في السوق بين الارتفاع تارة والتجاهل تارة أخرى غير أن الاستقرار الهش للذهب الأسود سرعان ما تلقى ضربة قاصمة بانتشار وابل من الأنباء السلبية المتسارعة والقادمة من جنوب إفريقيا باكتشاف السلالة الجديدة غموض وتضارب في التكهنات تضفي مزيدا من الضغط على اعضاء تحالف اوبيك بلاس المنتظر اجتماعهم الخميس المقبل في لقاء يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات في ظل التهديدات الوبائيه المتفاقمه